أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا فيكم في ثالث أيام البطولة. خلونا معاكم نتعرف على ثلاث مباريات قوية جدا اليوم وجماهيرية، تابعوها. يا مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعين قناة الكأس الرياضية، حلقة جديدة وكواليس جديدة من رسالة بطولة الكأس الرمضانية. ايش بيصير؟ شنو الأسرار؟ شنو التصريحات اللي راح نسمعها وياكم؟ خلونا وياكم نشوفها مع بعض. عين خالد والهلال، مباراة كبيرة جدا جماهيرية. عين خالد وجمهور عين خالد وحضوركم الدائم في البطولة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم الصحة والعافية على تغطية البطولة، خلتوها أكثر من رائعة. فريق عين خالد مش غريب على البطولة، دائما يشارك فيها. فريق طبعا متواضع، نلعب بإمكانياتنا وإن شاء الله نحقق بطولة طيبة إن شاء الله. كلهم عين خالد؟ إيه إن شاء الله. الفريق كله ممكن بس واحد اثنين بس. كيف والله؟ ولا كلهم عين خالد؟ هذا أول مباراة لنا في البطولة. وان شاء الله نتعدى عين خالد، مع انهم ما شاء الله عليهم جمهورهم بادي يعني جاي قبل المباراه بربع ساعه. عين خالد سنين وبنين بجمهوره يعني ما يحتاج. والله ان شاء الله نعدي اول مباراه لنا في البطوله. الوعد في الملعب. الوعد في الملعب ان شاء الله. جاهزين ان شاء الله؟ جاهزين. جمهوركم جاهز؟ كلكم جاهزين؟ كلنا جاهزين. عين خالد اول مباراه ترى مهمه جدا، ثلاث نقاط ان شاء الله. هل انتم جاهزون لذلك؟ ان شاء الله. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. تفوزون اليوم ان شاء الله؟ فيهم امل الفريق ان شاء الله. فيهم امل ها؟ الحمد لله ان شاء الله. خلونا وياكم نشوف بعض التصاريح من الجمهور. مباراة قوية ولكم 11 سنة ما شاء الله حاضرين ومشجعين عين خالد. والله أمنياتنا من 11 سنة أن نحقق البطولة، وإن شاء الله متأملين في هالفريق إن شاء الله، وبإذن الله نأخذه إن شاء الله حسن. والله أول شيء نشكر غرف الكأس على الترتيب كله والجمهور، دور رمضانية وأجواء حلوة، ونقول إن شاء الله دي السنة إن شاء الله يكون رقم صعب شباب العين إن شاء الله. ليش جمهور عين خالد ما شاء الله حاضر دائما الكل يتكلمون؟ والله جمهور كروي صراحة، ولكن بعد الحظوظ يعني لها دور، وإن شاء الله هالسنة إن شاء الله يكون فريق غير إن شاء الله. والله مباراة شوي صعبة اليوم، لأن أول مباراة تدري بداية المباراة تكون صعبة، بس إن شاء الله تدري فريق الهلال عنده جمهور مخرع إن شاء الله. أخيرا واحد منكم اعترف من فريق الهلال. لا الجمهور أكيد يسوي شغل، بس إن شاء الله. طبعا فريقنا ما شاء الله عديناه بكذا مباراة تجريبية، وإن شاء الله كل يوم بقعدها في الملعب مع فريق عين خالد، وما راح يقصرون إن شاء الله الشباب في الملعب اليوم بإذن الله. فريق الهلال ها بيبدع ولا؟ والله إن شاء الله البركة في ربعنا الشباب، يعني إحنا عدينا الفريق أعداد جيد والشباب ما بيقصرون إن شاء الله اليوم، والميدان يا حمدان إن شاء الله الشباب فيهم خير وبركة، وإن شاء الله دخل على الفوز من الله. عودتونا على الجماهير، عودتونا على حضوركم. عين خالد شناوي عليه في البطولة؟ هذه السنة غير وبذكرك أبد. نعم أنت نومس. نعم بإذن الله يعطيك الصحة والعافية. عين خالد والهلال جاهزين إلى الملعب. يا اليوم الثالث ستكونون على موعد مع ثلاث مباريات، والبداية ستكون بهذه المباراة. حضرات السيدات والسادة المشاهدين، مشاهدي وعشاق قنوات الكأس، مرحبا بكم في ثالث أيام بطولة الكأس الرمضانية. هذا المري برقم 24 وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، بحيث أنه عنده عشاق يحضرون، توصل للحارس سهلة، نقوم بإدارة التربيل، جول الشرشاني بالقدم اليسرى كما توقعت، ستأتي بالجديد إذا تم التعامل، جول هدف التعادل. 1-1 والله العظيم والعين. والله الكرة حلوة كانت، اللعب حلو صراحة، اللعب حلو، لكنهم غلطة، جولهم كان فاول. كارلوس يا رجل جاب الجول. شفت شلون ركض؟ لعب زين، لعب زين. في الوقت البدل الضايع، هنا الإعادة، رأسية رائعة، كرة من جديد وبيد
مشاهدينا الكرام يعلن الحكم. شوط قوي واحد صحيته بنهايه الشوط. والله شوي يمكن خبرك يعني الفريق شوي ملتمي مع بعض اخر شيء. قمنا على الاقل مشي كرات تحت لان الكرات الطويله ما تنفعنا من شيء. خالد يوصل النهائيات ونشوفكم في النهائي. والله ان شاء الله نقول لك قريب دام هاي الخطوه حصلنا سبونسر قوي. هذا اهم شيء عندنا شركه طيبة. وان شاء الله نوعدكم الموسم القادم وهالموسم بعد ان شاء الله مفاجات ان شاء الله. خالد اداء حلو اخر دقيقه جول صراحه قلبت النتيجه. والله نفس الشوط الاول بعد اخر دقيقه يا جول بس يلا ان شاء الله نعوض المباراه الجايه. اداء طيب راضين الحمد لله ان شاء الله المباراه الجايه نعوض المباراه الجايه ان شاء الله باذن الله. الله يعطيكم العافيه. في اخر الشوط رجعت المباراه. بداية المباراة تعرف أول مباراة بداية البطولة شباب ما أخذوا على بعض تقريبا بعد النص الأول من الشوط الأول بدينا دخلنا في الجو المباراة الحمد لله قدرنا نعدل النتيجة. الشوط الثاني فايزين إن شاء الله. هنا الكلام الشوط الثاني لا إن شاء الله فايزين عليك المعنويات شو عالي الحين سجلنا جول بآخر دقائق إن شاء الله بنعود الشوط الثاني ونفوز بإذن الله إن شاء الله. يعطيك الصحة والعافية عين خالد. يقولون بيرجعون الشوط الثاني 1-1 ولكن المباراة قوية في آخر دقائق في الشوط الأول. الشوط الثاني شو اللي بيصير ومن سيخرج من هذه القمة بما استغلال كل الفرص يعني صراحة كلا الفريقان وسيدا سعد شعبول سعيد المر فريق عين خالد هنا لإعادة معاكس من الجهة اليوم عن طريق اللاعب خوار وتخرج بطولة عن فريقه وعن مرمي وسادس مباريات الكأس الرمضانية النقب في الأكثر الماضية كانت توغل ممتاز وتسجيل ثاني الأهداف هنا لإعادة كان ارتباك وكان تاوه هجر اليسار فريق عين ما زالت قائمة ما زالت قائمة هل يسدد وحاصر 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 في منطقة العمليات جول 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 جمهور عين خالد وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام حكم المباراة عبد الكريم العنزي. ليفربول انتم ما شاء الله. اي والله لعبنا اليوم يا اخي من الشوط الاول المفروض نخلصها لكن الحمد لله دخلنا وخلصنا المباراة الحمد لله على كل حال. عاد في مباراة قوية. اي اكيد طبعا مجموعتنا ان شاء الله احنا متأهلين الاول ان شاء الله. سلام عليك حبيب عين خالد احلى من هالجمهور واحلى من حضوركم اليوم وفوز في الدقائق الاخيرة دائما عندكم اكشن. الحمد لله وقلت لك بتشوف النهاية الفوز لنا. يا سلام الحمد لله عاد عندكم مباراة قوية. لا ما شاء الله ما يقصرون ميدان يا حميدان. يا سلام والله قلب الدفاع راموس اخر دقيقة هذا اللي لاقوله لك في ارضية الملعب تختلف. اخر دقيقة هي الدقائق الحاسمة اذا ما تأدي وتلعب باصات هاي تطلع متعادل ولا تيك الهزيمه هذه وان شاء الله نعوض في مباراه الرياضيه باذن الله. مبروك عن خالد الفوز. ها؟ مبروك عن خالد الفوز. يا رجال انتوا عن خالد خسروا. لا فازوا 2-1. خسروا يا ابن حلال. لا فازوا. شوف هذا هو كامبوس يشبهك ولا لا؟ والله انت ادرى. ضغط الجماهير خرعك شوي؟ لا لا صراحة. احنا طول عمرنا بنلعب ومع احترامي ليك ان كانوا هم 20 30 ما تفرق مش هتفرق كثير يعني بس هم طبعا عامل مكسب لفريقهم طبعا. الله يعطيك العافيه موفق للفريق هذه الروح الرياضيه الحلوه. حبيبي حبيبي موفق ان شاء الله. موفق فعلا الحارس كامبوس هذا هو يشبهه والله يشبهه ما شاء الله. والله احنا البطوله هذه دوم نشارك فيها صارنا من بدايه البطوله احنا نشارك فيها وجمهورنا ما شاء الله ما يقصر. اليوم انا عتبان عليه صراحه انا كان اقل من المطلوب يعني بس فل المدرج. لا ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله فل المدرج ان شاء الله. بعد الفوز اليوم الخطير بامانه اخر الثواني والله كان المفروض ان يخلصونا من البدايه لكن انت عارف انت اول مباراه وضغط شوي وشوي الفريق مرتبك شوي لكن ان شاء الله الحمد لله ما قصروا الشباب تاهيل ان شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه عين خالد مولع جمهور ومولع في الملعب 2-1. يا اخي لعبستونا انتم يا جمهور ايش سويتوا فينا يا اخي؟ سوانا شوي ما سواه عين خالد يا اخي شنو هالجمهور اللي حضر؟ حضرنا لنفوز ما الخساره. يعني انتم اللي فوزتوا الفريق ها؟ نعم اكيد وفازوا بجهدهم بعد. يعني ان شاء الله راح يعزموكم ان شاء الله على مفطح ان شاء الله. اكيد تكلم الكابتن ان شاء الله. يا اخي والله العظيم يعزمون بعد. يا خلاص تستاهلون الفوز. اعزائي المشاهدين وصلنا لختام مباراه فريق الهلال وعين خالد. كان الفوز لصالح والحليف عين خالد في اخر دقيقه كانت بتنتهي بالتعادل لكن قدر الله ما شاء فعل حضور الجمهور قلب النتيجه. خلونا وياكم نشوف باقي اللقاءات.
الدخان حضروا مباراة ثانية. وضع دخان جاي من الدخان إلى ملاعب سبير في البطولة، ومشاركتكم دائما إن شاء الله بإذن الله أن احنا نكون جاهزين إن شاء الله هالسنة. العام ما حلفنا الحظ، لكن إن شاء الله بإذن الله هالسنة إن شاء الله نكون حاضرين إن شاء الله. لياقة تجمع الوضع إن شاء الله، الحمد لله احنا جهزنا حق البطولة قبلها، وإن شاء الله نكون جاهزين إن شاء الله حق المباراة. اي والله المباراة قوية، مع انه ما ادري يعني اذا قوية ولا لا صدق، بس لانه اول مرة واول مباراة نلعبها، فاكيد يعني بيكون في تنافس على اول خمس دقائق ما ناخذها لعبة الفريق وشي. ففي البداية بنبدا اكيد يعني بس ان نحاول نمشي الكورة، نستحوذ، ناخذ على الفريق الثاني، وان شاء الله الامور طيبة. اول مرة اشارك في هالبطولة، تعرف خبرك صلاة وخلاص وقفنا. والله الفريق ما شاء الله يبشر بالخير صراحة، كأس ما يبشر بالخير، وإن شاء الله الفرق اللي شفناها ما شاء الله عليها كلها منافسة. تجمعكم في البداية، اللياقة شلون، هذا الأهم والمهم. وي تعبنا شوي والله في البداية، تعبنا وتمرنا شوي على نفسنا شوي، وإن شاء الله راح نبيض الوجه إن شاء الله. نقاط اليوم مهمة بإذن الله. جاهزين إن شاء الله. حبيب حبيب موفقين الدخان. طبعا هذه أول مباراة للفريق كمجموعة كاملة، ونتمنى لهم التوفيق. شفنا باقي الأفرقة مبارياتهم قوية، وإن شاء الله خير، نتمنى التوفيق لنا ولهم إن شاء الله. يعني من متى جهزت الفريق أبو صالح؟ كم خذ لك، شهر، شهرين، أسبوعين، أيام؟ لا والله تقريبا شهرين من مباريات ودية وتدريبات، والشباب إن شاء الله أنهم استمعوا لتوجيهات المدرب وتعليماته، وإن شاء الله يطبقونها في الملعب اليوم، وفالهم التوفيق إن شاء الله. Today is our first game and إن شاء الله we're hoping to get our 3 points today. We already prepared for the game and إن شاء الله we can get a 3 point from today's game. يوم تردي؟ ان شاء الله وي ار ريدي، ان شاء الله وي ار ريدي. لياقه ان شاء الله، فيتنس وي ار ريدي. ذا فيتنس از نوت ذات ذير بوت مور اوف ذا تكنيكال. خطير والله يا ولد، خطير هذا. المجموعه الرابعه التي تضمن هناك الدفنه وبرزاني وادخان وفحيحيل، فحيحيل بمشاركته الاولى. ننتظر الصافره اذا على بركه الله، والتصويبه القريبه من الاطراف التسجيلات القويه ولول الضكه فتح العظيم. ابدعته ولكن فرص ضاعت، وكان ضغط من الفريق الثاني. صحيح طبعا، مثل ما انت شايف البطوله اول يوم، وتقريبا فريقنا 90% اول مره يشاركون البطوله. تعرف يعني نفس المباريات يختلف عن نفس مباراه وديه او حتى التمرينات. ف ان شاء الله الشوط الثاني احنا لعبنا بالعكس، احنا راضيين على ظهورنا في اول مباراه، وان شاء الله ان شاء الله بنسجل الشوط الثاني. شوط 0-0 يعني، لعبتوا شوط ممتاز الحمد لله. كل حال مباراة قوية مثل ما شفت، المستويات متقاربة، واللعب كله على الجزئيات بسيطة يعني، واللي يفرق ان شاء الله الشوط الثاني يمكن مستوى اللياقة هو اللي راح يفرق مع الفريق. صفر يعني تخوف، ثلاث نقاط مهمة جدا في اول مباراة. هو اهم شيء انك ما تخسر، اهم شيء، وتأدي يعني المباراة الاولى بافضل صورة عشان تنفعك في المباراة الجاية ان شاء الله، خصوصا المباراة الجاية بعد يومين. لا الشباب ما قصروا، ادوا، وان شاء الله بس نفس ما قلت لك الشوط الثاني ان شاء الله يحالفهم التوفيق ويسجلون الهدف ان شاء الله. I think we're doing very good. We are playing to the plan of the team and inshallah I think we can score in the second half. We have many chances to score in the first. دخان اليوم 3 points. Inshallah 3 points. تربي لكن هناك كالبعض للمستوى. أبي هناك أولاي 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 كرة، خلونا نخرج إلى العالمي، من المحلية إلى العالمي. فيصل أحمد السرويلي بهذه الكرة اللي يصلها في جهة ثقيلة وكبيرة، لكن هنا محاولة جول 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 الله. شباك من أقرب نقطة لتسجيل الأهداف وأقرب وسيلة لكرة السلطان. لا وين يا سلطان؟ راحت وين يا سلطان؟ لا يا سلطان. وين محاولة لكرة الجزيرة؟ قريبة وراسية وصلت مرة أخرى، ممكن كرة جول كرة جول كرة جول كرة جول كرة جول، هي جول هي جول هي جول هي جول. أولاي دارت شباك أولاي. إذا أحبت المشاهدين والمتابعين في كل مكان، تأتي صافرة حكم المباراة السلطان. طلعتوا بنقطة يعني أحسن من لك. والله الحمد لله، وكنا نتمنى الفوز يعني بس ما حالفنا الحظ، وان شاء الله المباراتين القادمتين نقدم مستوى طيب. تعادل يعني نقطة زينة؟ لا والله مش زينة، لا نضحك على انفسنا، لا والله مش زينة، ضيعنا المباراة كانت فينا وضيعناها. الحمد لله على كل حال، ان شاء الله نعوضها المباراة الجاية.
والله انك انت الوحش بعد، كلهم يقولون عنك انك وحش، ابدعت اليوم. والله ما سويت شيء قسم بالله، والله عشان الربع بس، والله لو ان ريلي شالتني كان قدرت اكمل وياهم، بس والله العظيم الربع فيهم الخير والبركه وما قصروا ويعطيهم العافيه، وكل واحد بيبذل اللي عليه في الملعب وزود، وان شاء الله المباريات الجايه احسن. يعني يوم التعادلات نقول المباراه الاولى تعادل، مباراتكم انتم تعادل، شو اللي صار في المباراه؟ والله الحمد لله ومثل ما شفت ضيعنا بلنتي، والمباراه مثل ما قلت لك فريقين متساوي يعني قريبين المستوى من بعض، والمباراه كانت شوي شاده شوي، وبصراحه ضيعنا قدام يعني فرص ضيعنا. اي والله ضيعنا، وان شاء الله المباراه الجايه بتكون احسن. يعطيك الصحه. شكرا. شكرا. تعادل ضار اليوم والتعادلات اليوم، المباراه الاولى والمباراه الثانيه ايضا تعادل، المباراه الثالثه عليها. دوحة بعد الخسارة الكبيرة في المباراة الأولى، الآن المباراة الثانية ممكن تعويض؟ ممكن تعويض إن شاء الله، إن شاء الله هنعوض بإذن الله. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. الشباب كلهم حتى في إصرار في التسخين وكده، بيتكلموا مع بعض يعني، اتكلموا أكتر ما سخنوا، عشان يكلموا بعض يحفزوا بعض، وإن شاء الله ربنا يسهل. بعد الخسارة الثقيلة نقول في المباراة الأولى، الآن المباراة الثانية شو الوضع؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله التوفيق إن شاء الله في هذه المباراة. وانت ايش قلت المباراه متى؟ المباراه الاولى متى؟ اللي راحت. راحت. اي احنا الحين المباراه هذه طوينا الصفحه، المباراه اللي راحت بدينا صفحه جديده، وان شاء الله ان تشوفوا رده فعل في الملعب من لعيبه ومن فريق كامل باذن الله. جاهزين يعني؟ ان شاء الله باذن الله. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقنا موفقين اليوم ان شاء الله. الله كريم. جاهزين؟ ان شاء الله الحين جاهزين. مباراه تعويض اكيد حق الفريقين. صح، احنا نحترم الفريق الثاني، بس احنا بندش نلعب هجوميا اكيد. ان شاء الله جاهزين. تعادلنا مع الكاس وان شاء الله مستوانا جيد ونكمل البطوله بمستوى جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها السيدات والساده متابعي قنوات الكاس، اينما كنتم واينما تواجدتم، صفره البدايه بالقياده التحكيميه عبد الباسط الحدي حمد القحطاني. شوف 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 اللعبه الماضيه، لكن العرض رقم 26، شوف التصويبه في الكره الماضيه، لكن تكون سعيده، كادت ان تكون سعيده، لكن حبكيك دفاعات فريق لوسيف في هذه المباراه لمصلحه الدوحه. يتقدم يسجل جول عن طريق لوسيف، هل سيضع نقطه التعادل؟ الكره وين؟ الكره وين؟ الكره تعادل، الكره تعادل. ضاعت لوسيف على مستوى العوده مره اخرى عن طريق اللاعب خالد عبد الرحيم، لكن على مستوى صوره والوصول والتصويب. يا سلام يا سلام يا سلام. ربيع شربيه الدوحه على مستوى المعلم. وشوط الاول واحد، الشوط الاول فيه اهداف شفنا، ان شاء الله نعوض الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله. ترجعون باذن الله، محتاجين الفوز اليوم انتم ان شاء الله. 2-1 شفنا اهداف، ولكن محتاجين الفوز الدوحه بعد خسارتكم الاولى، الحين تبون ترجعون ان شاء الله. بندل علينا شباب ما يقصرون، بفوز ان شاء الله. ترجعون ان شاء الله، مالكم غير الفوز ان شاء الله، مالنا الا الفوز، بنفوز ان شاء الله. 2-1 2-1 معناته لوسيف رجع البطوله. ان شاء الله احنا رجعنا، بس دشينا متاخر، بس الحمد لله يعني طلعنا بنهايه الشوط الاول 2-1، لان راح كانت تصعب علينا عقب قدام، بس الحمد لله طلعنا متوافقين، ان شاء الله نزيدها بعدين. شوف اهداف بعد، انا اتمنى هالشيء. يعطيك الصحه. الله يعافيك. لوسيف والدوحة والشوط الثاني. الدوحة ما زال يعاني في آخر 180 ثانية. عزيز المتابع على مجريات اللعب ومجريات إحداث هذه المباراة. الكرة العام ولاعبي لوسيل خالي النقاط في هذه المجموعة. بعد هذه المباراة ستتغير الأمور. وبطغاني حمد القحطاني، شوف المحاولة، شوف المحاولة، تمريرة رائعة، تدخل قوي. تالي يقاتل في أرضية الملعب. الدوحة من أجل العودة. الراسية، الكرة وين؟ يا سلام يا سلام يا سيد. عادوا للبداية وعادوا للمباراة مرة أخرى. سفينة لوسيل قبل ما زالت قائمة. لوسيل يبحث عن العودة، عن الثالث، الرأسية. أيها السيدات والسادة، صفرة حكم المباراة عبد الباسط الحداد تنهي أحداث هذا اللقاء. يوم التعادلات الدوحة ولوسيل، بعد تعادلتوا بأمانة لو شوي صارت توتنهام وأياكس. صحيح الحمد لله. على كل حال اشكر صراحه اللعيبه على هالاداء وعلى هالروح. فريق يعني خاسر المباراه اللي فاتت 6، مباراه كبيره
محبطين لاعبين، نسوا كل شيء، دخلوا المباراة أثبتوا للبطولة وللشباب أنهم كانوا المباراة مجرد أخطاء وأنهم كفوا للعب في هالبطولة. طلعوا لي آخر ثانية وآخر دقيقة والحمد لله على كل حال. مش طعم الخسارة، احنا فريق يعني أمس لعبنا مباراة كبيرة، كانت مباراة ضد فريق قناة الكاس، الجدول شوي خون فينا نفس ما نقدر نقول، لعبونا مباراة ثانية اليوم المفروض احنا نلعب بعد على ثلاثة أيام، عقب ثلاثة أيام يعني حتى راح الفريق ما ريح، حتى أنا قاعد أشوف أنا قاعد أبدل اللعيبة، أبدل أبي أريح لعيبتي، محتاجين لعيبه ريكفري، خونت فينا. هذا السبب اللي تعادلوا معاكم في اللحظات الاخيره، لان خلاص اللعيبه مرهقين يعني، حتى لو تشوف ثيابهم كلهم من التيشيرت لين الشورت كلهم يعني. تتكلم عن امس لعب مباراه مع الكاس، اليوم تلعب مع الدوحه، ضغط عليك. امس مش مباراه مع الكاس، امس مباراه كانت قويه مع الكاس يعني، كانت شبه نهائي مش مباراه دور اول اصلا، كانت مباراه كبيره، عقبها تلعب ثاني يوم مباراه ثانيه. لعبتوا مباراه كبيره والله، تقدمتوا يعني لاعبين امس مع الكاس، اليوم لعبتوا مباراه كبيره في الثواني الاخيره تعادلوا معه. ضغط المباريات والحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، قادم افضل ان شاء الله. قادم افضل ان شاء الله، باقي لكم فوز ان شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه. يعني تعادل بطعم الفوز؟ لا والله ما بطعم الفوز، نبي الفوز. تعادلت بالثواني الاخيره، فريقنا افضل. ايه فريقنا افضل. اذا اعزائي المشاهدين، يوم التعادلات، ثلاث مباريات كلها تعادل، اخر مباراه كانت بامانه، وصلت توتنهام واياكس الى الثواني الاخيره، انتهت 2-2. كل ما عندنا اليوم، ملتقانا باذن الله مع رساله غدا.